السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني عشر متقدم، رحب بكم أينما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبدأ مع بعض درس جديد وهو اللوغاريتم الطبيعي كتكامل. الدرس مبني على ثلاث محاور أساسية. أول محور هو تذكر خواص الدوال الأسية واللوغاريتمية. هنتذكر مع بعض الدوال الأسية واللوغاريتمية اللي حضرتك أخدتها السنة دي في أول السنة وأخدتها في 11. تاني حاجة هنشتق الدوال الأسية والدوال اللوغاريتمية. يا أستاذ احنا أخدناها قبل كده الفصل اللي فات، أخدتها فعلا الفصل اللي فات، هنزيد عليها باستخدام خواص اللوغاريتمات. تالت حاجة هندرس مع بعض تكامل الدوال الأسية واللوغاريتمية. ياريت تحضر ورقة وقلم معايا عشان نكتب الخواص أول حاجة عندنا هندرسها هي خواص اللوغاريتمات الطبيعية. خواص اللوغاريتم الطبيعي أخدت لين إكس ضرب واي، ممكن أفكها إلى لين إكس زائد لين واي، يعني ممكن حاصل ضرب دالتين داخل اللين أحولهم إلى دالتين منفصلتين معهم لين، حاصل جمع. لين إكس على واي أحولها إلى لين إكس ناقص لين واي. لين إكس أس آر، هنا ممكن أنزل الأس بتاعي قدام اللين، يعني هتصبح عندي آر ضرب لين إكس. الخاصية اللي بعد كده لين واحد على طول بصفر. لين اي اس اكس بتساوي اكس، اي اس لين اكس بتساوي اكس لما الاي تكون مرفوعة للين، بس لازم اهم حاجة مفيش اي عدد قدام اللين هنا. لو في اي عدد قدام اللين هنا استخدم الخاصية رقم 3 وارفع العدد فوق الدالة، وبعدين انزل الدالة زي ما هي الدالة الداخلية. لين اكس بتساوي واي لما تكون عندي الصورة اللوغاريتمية، ممكن احولها الى الصورة الاسية، اي اس واي بتساوي اكس. نتابع الخواص كده، ودي خاصية مهمة عشان هستخدمها النهاردة ان شاء الله واحنا بنشتق اللوج. انت اخدت في الفصل الدراسي الاول ازاي بشتق اللين، لكن ما اتكلمناش على اللوج. عشان اشتق اللوج لازم استخدم خاصية تغيير الاساس. ايه خاصية تغيير الاساس؟ لو كان عندي لوج اكس الاساس بي افكها الى لوج اكس سي اي اساس، عايز تحط 2 3 4 5 اي اساس، اهم حاجة طبعا اللي هو يكون موجب. وهنا على لوج بي نفس الاساس. طب يا استاذ لو غيرت الاساس ده حطيته اي وحطيته اي ينفع؟ طبعا ينفع، ويتحول الى لين اكس على لين بي، يعني ممكن هنا لوج اكس الاساس بي احولها الى لين اكس على لين بي. اي اس اكس بتساوي اي أس إكس لين إيه، طبعا ما هي هي، أنا لو رفعت الإكس هنا أس إيه هيبقى لك إي أس لين إيه أس إكس، الإي مع اللين هيروحوا مع بعض هيبقى لي إيه أس إكس. مشتقة الدوال اللوغاريتمية نتذكر مع بعض كده، مشتقة لين اكس كانت عبارة عن ايه؟ واحد على اكس. ليه واحد على اكس؟ لان كنا بنقول مشتقة ما بداخل اللين على ما بداخل اللين. مشتقة الاكس هي واحد على الاكس اللي هي ما بداخل اللين. تعال نشوف. طيب مشتقة اللوج، مشتقة اللوج اعتبرها زي مشتقة اللين بس بزود عليها تحت لين الاساس، يعني مشتقة الداخل على الداخل
ضرب لين الأساس. الأساس بقى إيه؟ الأساس 5، الأساس 6، زي ما يجيلي في السؤال. بصفة عامة، لو كان عندي دالة، أي دالة داخل اللين، فبنقول مشتقة الداخل يعني اف شرطة اكس على الداخل نفسه على الدالة نفسها. طيب لو كانت لوج نفس الشيء، مشتقة الدالة على الدالة نفسها ضرب لين الأساس. أخد بالي من الجزء ده ونوضحه في المسائل. نتذكر كده مشتقة الدوال الأسية. مشتقة الـ E أس إكس، E أس دالة كانت عبارة عن إيه؟ لو E أس إكس لو اشتقتها 100,000 مرة برضه هتديني E أس إكس. طيب لو A أس إكس، يعني الـ A دي عدد غير الـ A، عبارة عن إيه؟ نفس الدالة اللي هي A أس إكس ضرب لين العدد اللي هو لين A. لما ناخد اي بقى اس داله مش اس اكس، نفس الشيء نفس القاعده هي هي، عباره عن الداله نفسها ضرب مشتقه الاس. طب لو كانت عندي ايه بدل الاكس، هنا بقت اف اكس، بقت اي داله، اي داله مثلثيه، اي داله كثيره حدود، اي داله عندي مشتقتها عباره عن ايه؟ مشتقتها عباره عن الداله نفسها ضرب مشتقة الأس ضرب لين العدد. خلي بالك هنا الفرق ما بين الـ E والـ A، الـ A ده عدد، أي عدد أي عدد، لكن الـ E هنا E، الـ E هنا مفيش لين. طب ليه مفيش لين؟ اشمعنى الـ E مفيش لين؟ ما الـ E ده عدد. لأن أيوه سامع طالب اهو ممتاز بيقول لي لأن لين E هيكون بواحد، فعشان كده ما بنضيفش لين E، لكن هنا لازم احط لين العدد اللي عندي. تعال ناخد كده مع بعض اول مثال. اوجد دي واي على دي اكس لكل مما يلي. تعال مع بعض كده، اول سؤال بيقول لي واي بتساوي 5 اس 2 اكس لين اكس تربيع ناقص 5 اكس. ده عايز اشتقاق، عشان نشتق قلت الاشتقاق بيتوزع على الجمع والطرح مفيش مشكلة. لما نيجي نشتق 5 أس 2 إكس عبارة عن إيه؟ يلا معايا كده، أيوة عبارة عن الدالة نفسها ضرب مشتقة الأس. بس كده؟ لأ، قلت لك ضرب كمان لين الأساس، يعني ضرب لين 5. طيب مشتقة اللين بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن مشتقة الداخل اللي احنا ايه هو مشتقة الداخل بقى؟ ايوه ممتاز، 2 اكس ناقص 5 على الداخل نفسه اللي هو اكس تربيع ناقص 5. او تعالى نشوف كده، مشتقة 5 اس 2 اكس عبارة عن الدالة نفسها ضرب مشتقة الأس، مشتقة الاتنين إكس دي هي 2، ضرب لين الأساس اللي هو 5. خلصت كده. زائد لما أوزع بقى الاشتقاق، طبعا لين أول ما أشوف اللين يبقى مشتقة الداخل على الداخل، إكس تربيع ناقص 5 إكس هي مشتقتها 2 إكس ناقص 5 على إكس تربيع ناقص 5 إكس. ممتاز. عايز ترتبها عايز تسيبها كده اجابتك خلصت. لو عايز ترتبها وتحط هنا 2 لين اكس في الاول ضرب 5 اس 2 اكس برضو الاجابه كده صح 100%، والاجابه هنا صح برضو 100%. معايا سؤال تاني. يلا بالورقه والقلم كده فكر هنعمل ايه. لين 1 على اكس زائد لين اي اس سيك اكس زائد اي اس لين اكس.
نركز مع بعض كده في المسألة. طبعا احنا قلنا اللين مشتقة الداخل على الداخل، صح 100% صح، بس ممكن انا بالخواص اللي احنا لسه اخدنا حالا في بداية الدرس اللي انا ابسط الموضوع. تعال هنا لما اقول لين اكس على اكس مشتقة الداخل، يعني هقول واحد على اكس مشتقتها على واحد على اكس، الكلام ده صح؟ طبعا صح، مفيش مشكلة. بس انا ممكن نبسط، هيوفر عليا في التبسيط ويوفر عليا في الحل الخواص. طب تعالى ازاي بقى نستخدم الخواص. اول حاجة واحد على اكس احنا ممكن نبسطها لايه؟ ها ايوه ممكن نعملها اكس اس سالب واحد، احسنت، سيبناها كده خلاص، دي بسطتها. طب تعالى بقى نبسط واحدة واحدة. من الخواص انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن السالب واحد دي ننزلها، ممتاز، نزل السالب واحد هتصبح عندك سالب لين اس اكس. طيب لين ايه؟ برضو ممكن ننزل يا استاذ السيك اكس دي، ولين ايه هتصبح عندي بواحد ونمشيها خالص. طيب ايه اس لين اكس؟ كمان من الخواص احنا اخدناها في الاول وكتبناها مع بعض، ان الاي اكنها بتروح مع اللين وبتنزل الاكس بس. تعال نشوف كده، اهو فعلا زي ما احنا قلنا كده مع بعض، السالب واحد نزلت بقت لين اكس، زائد السك نزلت يبقى سك لين اي، واللين اي عندي بواحد هيبقى عندي سك اكس بس، زائد اي اس لين اكس اللي هي عبارة عن اكس. وكده نبتدي نشتق بكل سهولة. لما اجي اشتق سالب لين اكس يعني معناها سالب مشتقة الداخل اللي هي واحد على اكس، زائد مشتقة السيك اكس عبارة عن سيك تان، زائد مشتقة الاكس عبارة عن واحد، ممتاز احسن. نروح لسؤال اخر، يا ريت يكون معانا ورقة وقلم دايما كده ونحل مع بعض. y بتساوي 2 اس كوزين اكس زائد لوج اكس الاساس 2. نشوف هنا هل فيها تبسيط. طبعا احنا هنا ممكن نشتغل اشتقاق، طبعا دي دالة اساسها عدد، والاس ليها دالة اسية، الاس ليها دالة مثلثية اهو زي ما احنا شايفين، زائد لوج اكس الاساس 2. ممكن اشتغل بالخواص وممكن اشتغل بالقانون مباشرة. طيب لو اشتغلنا بالخواص، لو احنا ما نعرفش قانون مشتقة اللوج، لو احنا نسينا قانون مشتقة اللوج نعمل ايه؟ نحولها الى لين. ما احنا قلنا قبل كده ان احنا ممكن عن طريق قاعدة تغيير الاساس، يعني نحول، انا لسه ما اشتقتش الواي لسه زي ما هي، اخد بالي اللي انا طول ما انا لسه ببسط ما اقدرش اشتق جزء وما اشتقش جزء، لاما هشتق السؤال كله، لاما السؤال كله هخليه واي كما هو، لسه ما بقتش واي شرط، لسه ما رقناهاش. طيب واي بتساوي 2 كوزين اكس، حولت اللوج دي يا استاذ، لان احنا مثلا لو افترضنا ان احنا نسينا القانون، لو نسينا القانون احولها الى صورة اللين عن طريق قاعدة تغيير الاساس، يبقى حولت اللوج الى لين، حولتها اهو بقت لين اكس على لين 2. تعالى بقى كده نشتق. قلنا دي بنشتق ازاي؟ دالة الاساس ليها عدد، دالة أسية، أحسنت، بشتق الأس مشتقة الكوزين هي سالب ساين ضرب الدالة نفسها ضرب لين الأساس. طيب ده عبارة عن إيه؟ لين إكس تحت لين 2 ده عدد، ما بشتقش طبعا العدد، مش هعمل فيه حاجة ما دام مع دالة. لين إكس مشتقتها إيه؟
مشتقتها عبارة عن واحد على إكس ولين اتنين تحت. طيب إيه رأيك إن أنا ممكن أشتق على طول اللوج بالقاعدة اللي إحنا أخدناها زي ما إحنا قلنا كده، عبارة عن مشتقة الداخل اللي هي واحد على الداخل نفسه اللي هو إكس ضرب لين الأساس مباشرة، ويكون إجابتك صحيحة 100%. طيب عشان موضوع اللوج برضو هناخد مثال تاني وهنتكلم فيه عن اللوج. واي بتساوي لوج ساين 2 اكس الاساس 5. انا خدت لك هنا اللوج عشان نحلها بطريقتين. اول طريقة عندي هحولها للصورة لصورة اللين، احولها من لوج لين وبعدين اشتق، او اللي انا حلها بالقانون مباشرة. تعالى كده لو حولناه لصورة اللين معاك ثواني كده فكر بحولها ازاي. صح، لين الداخل ده على لين الاساس، يعني لين ساين 2 اكس على لين 5. احسنت. طب لما اجي اشتق هي دي مشتقة قسمة؟ لا طبعا، خلي بالك ان ده عدد، خلي بالك ان ده عدد. يعني ايه عدد؟ يعني ممكن اكتبها واحد على لين 5 ضرب لين ساين 2 اكس لما يكون عدد، مع دالة ما بشتقش طبعا العدد. طب تعالى هنا، طب مشتقة اللين 2 اكس عبارة عن ايه؟ اركن الواحد على لين 5 كده قدام شوية، واشتق لين ساين 2 اكس عبارة عن ايه؟ عبارة عن مشتقة الداخل، مشتقة الداخل، مشتقة ساين 2 اكس عبارة عن ايه؟ كوزاين 2 اكس ضرب مشتقة الزاوية، يعني ضرب 2 تقسيم الداخل اللي هي ساين 2 اكس. ممكن نبسطها، طبعا اجابتك كده خلصت 100%. لو انا بسطتها اكتر هتديني 2 كوزاين 2 اكس تقسيم لين 5 ضرب ساين 2 اكس. ممتاز. تعالى كده نروح لسؤال تاني، يا ريت يكون معاك برضو ورقه وقلم. واي بتساوي لين 3 اكس ناقص 1 تقسيم 6 اكس زائد 4. تعالى نشتق. ها ازاي نشتق اللين؟ ممتاز، مشتقة الداخل على الداخل، صح. لكن ركز كده، لو جيت تقول مشتقة الداخل على الداخل كلامك صح 100%، بس تخيل اللي هو هيكون في كسر في البسط هشتقه، وفي كسر كمان في المقام وعايز ابسط. يعني هات ورقة كده واكتب في البسط بتاعك اللي انت عايز تشتق 3 اكس ناقص 1 تقسيم 6 اكس زائد 4، كل ده هتشتقه كسر كبير تحديد 3 اكس ناقص 1 على 6 اكس زائد 4. تخيل انت كل ده هتشتقه وهتبسط. طبعا الكلام صح لكن طويل وصعب. طيب في الحالة دي نعمل ايه يا استاذ؟ طب ما احنا عندنا خواص اللين. خواص اللين بيقول لي لما بيكون داخل اللين قسمة بسط ومقام، ممكن اوزع اللين دي لين البسط ناقص لين المقام. يعني نعملها لين 3 اكس ناقص 1 ناقص لين 6 اكس زائد 4. طيب تعالى نشتق كده، كده العملية بقت سهلة. طبعا بوزع الاشتقاق على الجمع والطرح، لما اشتق اللين يعني مشتقة الداخل 3 اكس ناقص 1 مشتقتها، احسنت، 3 على 3 اكس ناقص 1 ناقص مشتقة 6 اكس زائد 4 هي 6 على 6 اكس زائد 4.
مثال آخر، مثال رقم 6 برضو هنوجد المشتقة لواي بتساوي لين 5 اكس ساين اكس كوزين اكس. معاك ثواني فكر في السؤال. احسنت، مشتقة الداخل على الداخل. فكر كده في مشتقة الداخل. سامع طالب بيقول ما ينفعش ان انا اشتق مرة واحدة، ما ينفعش اشتق ثلاث دوال مرة واحدة مع بعض. يعني ما ينفعش نقول 5 اكس مشتقتها 5 ساين اكس مشتقتها كوزين اكس، كوزين اكس مشتقتها سالب ساين اكس. ممتاز، ها لازم نستخدم قواعد الضرب في الاشتقاق، صح؟ ممتاز. طب ايه الاسهل؟ طبعا الاسهل عندي هنا ايه؟ فكر كده. ايوه، اللي احنا نستخدم خواص اللين. ايه هي خواص اللين؟ خواص اللين انا عندي الداخل ثلاث دوال مضروبين في بعض، ممكن نقسمهم الى لين 5x زائد لين ساين x زائد لين كوزين x. لو انا جيت اشتقيت مشتقة الداخل على الداخل، معناه 5 على 5x مشتقة الساين x هي كوزين x على ساين x، مشتقة الكوزين هي سالب ساين على الدالة نفسها اللي هي كوزين. خلصت الإجابة؟ خلصت الإجابة 100%. وممكن نختصر أكتر كمان، الخمسة مع الخمسة هتصبح واحد على إكس زائد كوزين على ساين هتكون كوتان إكس، ساين على كوزين هتكون سالب تان. تعالى مع بعض نشوف هدفنا التاني في الدرس، وهو الدالة اللوغاريتمية كتكامل. يمكن تعريف الدالة اللوغاريتمية y بتساوي لين x حيث ال x أكبر من الصفر. طبعا احنا عارفين كده كده مجال الدالة اللوغاريتمية ما بداخل اللين أو ما بداخل اللوج لازم يكون أكبر من الصفر، على أساس إنها لين x بيساوي تكامل من واحد لإكس واحد على تي دي تي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طيب هو الكلام ده صحيح؟ اه صحيح. يعني لما اقول لك لين خمسة هنا يبقى من واحد لخمسة واحد على إكس واحد على تي حسب الرمز اللي انت عايزه. الكلام ده صحيح فعلا. لو انت جيت هنا كملت واحد على تي هتكون لين تي من واحد لإكس عوض بالإكس، يبقى لين إكس ناقص لين واحد هتديني لين إكس. تعالى ناخد مع بعض مثال مهم ندمج فيه الدوال اللوغاريتمية مع التكامل العددي. زي ما عرفت في التكامل العددي الدرس الماضي ان في عندك ثلاث قواعد، وهو سيمسون، شبه المنحرف، قاعدة المنتصف. هنا بيقول لي قدر قيمة باستخدام التكامل العددي بقاعدة سيمسون حيث ان بتساوي 4. طبعا احنا قلنا الدرس اللي فات لو تتذكر معايا قلت قاعدة سيمسون لازم استخدمها مع الان لما تكون زوجي لين 2. طبعا طالما قال لي استخدم بالقاعدة يبقى لازم احولها الى صورة تكامل. تعالى كده نحولها لصورة تكامل. هنحولها الى لين 2 بتساوي هنا لما كانت اكس حطينا هنا اكس. طب دلوقتي 2 احط هنا 2، واحد على تي دي تي. طب واحد عملها واحد على اكس دي اكس، مفيش مشكلة كده، صح كده صح. اسماء دوال. طيب كنا بنعمل ايه في سيمسون؟ نتذكر. احسنت. اول حاجة بجيبها دلتا اكس. دلتا اكس عبارة عن ايه؟ 2 ناقص 1 على ان اللي هي 4. بي ناقص ايه على ان؟ يعني 2 ناقص 1 تقسيم 4 يعني يطلع معايا 1 على 4. تعالى نقسمها بقى على خط الأعداد.
يعني معنى كده ان انا هبتدي بالواحد ولازم انتهي بالاثنين، وهمشي فترات متساوية كل منها ربع. يعني لما امشي من الواحد ازود عليه ربع، هيديني 5/4، ازود عليه ربع تاني هيديني 3/2، ازود عليه ربع تاني هيديني 7/4، ازود عليه ربع تاني لغاية ما اوصل الى الاثنين. وهنا انا قسمتهم فعلا الى 4 فترات، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 زي ما هو طالب مني. نيجي بعد كده نتذكر القانون مع بعض، كان بيقول لي b ناقص a على 3n f x نود زائد الخطة بتاعتي 4 2 4، يعني 4 f x 1 زائد 2 f x 2 زائد 4 f x 3 الى 4 f x n ناقص 1، يعني الحد اللي قبل الاخير زائد f x n. الاكس نود عندي بكام؟ الاكس نود عندي بواحد، والاكس 1 عندي 5/4، والاكس 2 ب3/2، والاكس 3 ب7/4، واخر حاجة عندي اللي هي الاكس ان اللي هي اكس 4 قيمتها ب2. طب نعوض فين يا استاذ؟ طبعا زي ما احنا قلنا الدالة بتاعتي هي 1/t فقط من غير التكامل، يعني بمسك الواحد دي اعوض في 1/t هتديني 1 زائد 4 5/4، اعوض برضو في 1/t بدون التكامل. الدالة اللي عندي هي عبارة عن 1/t، اخد بالي من الموضوع ده، زائد 2 عوض برضو بال3/2 في 1/t هتديني 2/3، زائد 4 عوض بال7/4 في 1/t فقط. بكرر تاني، طب اتعوض في الدالة اللي هي 1/t ب4/7 زائد اف 2، يعني هتطلع معايا بنص. وطبعا انا بضرب ب ناقص ايه، يعني 2 ناقص 1 ضرب 3n اللي هي 3 في كام؟ في 4. نحسب معانا هيطلع معايا 1747 على 2520 اللي هي تقريبا هتكون 0.69%. طيب تعالوا كده مع بعض نستخدم الدوال اللوغاريتمية في التكامل. استخدم الصيغة المختلفة للتكامل لإيجاد تكامل 1/x لين اكس. فكر كده في السؤال، هنا نكامل ازاي؟ تخدت جميع تقريبا القواعد الأساسية في التكامل واحنا مع آخر درس. سمع طالب بيقول ان لين اكس مشتقتها 1/x، واحنا اخدنا في التكامل بالتعويض لو لقيت الدالة مضروبة أو مقسومة على مشتقتها نستخدم طريقة التكامل بالتعويض. ممتاز. في طريقة التكامل بالتعويض بنفرض أن اليو بتساوي لين اكس. طيب ينفع أشيل اليو وأحط لين اكس وخلاص على كده؟ لا، ده أنا عندي دي اكس لازم أحذفها وأحط مكانها بدلالة ديو. طيب دي اكس هتكون عبارة عن ايه؟ دي اكس قلت لك بتساوي ديو على مشتقة دي اللي هي مشتقة اللين اكس، لما ابسطها هتصبح عندي اكس ديو. بعد الفرض نتجه مباشرة الى عملية التعويض. تعالوا نعوض كده، يبقى 1/x ضرب يو مكان اللين اكس ضرب دي اكس اشيلها واحط مكانها اكس ديو. يا استاذ تظهرت عندي اكس برضو في البسط واكس في المقام زي ما احنا كنا بنقول كده في التكامل بالتعويض، بنحذفهم مباشرة وهتبقى معايا تكامل لين يو
تكامل واحد على يو دي يو. طبعا تكامل واحد على يو دي يو اللي هو بيساوي لين مطلق يو زائد سي. طبعا برجع افكرك ان مسألتي لسه ما خلصتش، لان لازم زي ما اخدتها بالاكس ارجعها له تاني بالاكس، لازم ما ينفعش ارجعها له تاني باليو، عشان كده احذف اليو واحط مكانها لين اكس. طيب يا استاذ هيصبح عندي الناتج كده لين مطلق اكس زائد سي. نعم. طيب تعال نشوف كده، ممكن واحد يفكر تاني بحل تاني على طول مباشرة، يقول لي يا استاذ احنا خدنا في الدرس الاولاني لو انا عندي البسط مشتقة المقام على طول يبقى لين المقام. لو البسط مشتقة المقام هيصبح عندي ناتج التكامل هو لين المقام. ده انا ممكن اجعل الواحد على اكس دي فوق في البسط، يعني خليها واحد على اكس على لين اكس دي اكس. كده اصبح عندي مشتقة المقام موجودة في البسط. طالما مشتقة المقام موجودة في البسط يبقى على طول الناتج هو لين المقام، يعني لين اكس زائد الثابت، ما ننساش الثابت وهو سي. تعالى كده ناخد مع بعض مثال اخر. استخدم الصيغ المختلفة لإيجاد تكامل. واحد على جذر واحد ناقص اكس تربيع ساين انفرس اكس. سامع طالب بيقول لي احنا ممكن نحلها بالحل الاخر اللي احنا حليناه في السؤال اللي فات. ممتاز. سامع طالب تاني بيقول لي احنا ممكن نفرد ساين انفرس بيو. برضو صح، فعلا الكلام ده صح والكلام ده صح. تعالى كده ممكن نكتب واحد على جذر واحد ناقص اكس تربيع في البسط، هتصبح عندي بالمنظر ده، يعني واحد على جذر واحد ناقص اكس تربيع على ساين انفرس اكس. كده بقى عندي ايه؟ كده بقى عندي البسط مشتقة المقام، لان مشتقة ساين انفرس عبارة عن واحد على جذر واحد ناقص اكس تربيع. يعني كده هيصبح ناتج التكامل هو لين المقام، يعني لين مطلق ساين انفرس اكس زائد سي. ناخد سؤال اخر عن تكامل الدوال الاسية. كامل اكس تلاتة اس اكس تربيع. طيب في الحالة دي نكامل الدالة ازاي؟ تعال نفكر مع بعض كده. اول حاجة لازم نربط العلاقة بين الاشتقاق والتكامل. طبعا هي علاقة عكسية. احسنت. طيب تعال نشوف، ناخد الدالة الاصلية اللي هي 3 اس اكس تربيع. لو اشتقناها دي الدالة الاساسية عندي. لو اشتقتها عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2x اللي هي مشتقة الأس ضرب الدالة الأصلية ضرب لين الأساس اللي هي لين 3. يبقى تاني مشتقة الدالة الأسية عبارة عن إيه؟ مشتقة الأس مشتقة الx تربيع اللي هي 2x ضرب الدالة الأصلية اللي هي الدالة الأسية كلها ضرب لين الأساس اللي هي لين 3. لو أنا عندي الدالة بالمنظر ده كده، تكاملها لازم يكون هو الدالة الأسية. يبقى الدالة الأسية تعالى كده نقارنهم مع بعض عشان نشوف إيه الناقص عندنا. لو أنا قارنت ده بالمشتقة يبقى أنا عندي هنا يا أستاذ 3 إكس تربيع. ممتاز. 3 أس إكس تربيع عندي دي الدالة الأصلية.
وعندي كمان اكس. ممتاز، يبقى ناقص لي 2 ضرب لين 3 عشان ارجعها للداله الاصليه. طيب مفيش مشكله اللي احنا قلنا عليه قبل كده، اللي احنا لو ضربنا وقسمنا على نفس العدد الداله عندي مش هتتغير. يعني اذا دلوقتي لما نقارن مع بعض هيصبح عندي اللي انا الاعداد الناقصه عندي هحطها اللي هي 2 لين 3، هي دي اللي ناقصاني عندي، وهقسم على 2 لين 3. يبقى انا كده الداله نفسها لو انا ضربتهم او بسطتهم راحوا مع بعض رجعت لي الداله الاصليه كما هي. جميل. طب بعد كده قلنا دي كلها دلوقتي عباره عن ايه تكاملها؟ تكاملها هو الداله الاصليه اللي هو 3 اس اكس تربيع. يبقى دي 1 على 2 لين 3 ضرب 3 اس اكس تربيع زائد سي ما انساش الثابت. مره ثانيه كده بسرعه نراجع المساله مع بعض. لما يكون عندي داله اسيه اشوف عندي هل اهم حاجه مشتقه الاكس موجود عندي ولا لا، مش اشكال العدد، المهم عندي الداله الناتج عندي ولا لا. اكس تربيع مشتقتها 2 اكس، عندي هي الاكس. ممتاز. تعالى بقى نقارن ما بين المشتقه والناتج. المشتقه اللي عندي 3 اكس 3 اس اكس تربيع مشتقتها مشتقه الاس اللي هي 2 اكس ضرب الداله نفسها ضرب لين الاساس. تعال نقارنهم مع بعض. لما قارنت السؤال ده كله عشان ترجع للداله الاصليه يبقى انا ناقص لي عندي 2 وناقص لي كمان لين 3. ضربت في 2 لين 3 وقسمت على 2 لين 3 يبقى كده اصبحت عندي الداله كلها كامله اهي. لما كملها هتديني الداله الاصليه عندي ضرب 1 على 2 لين 3 زائد ثابت س. تعالى نشوف مثال اخر في الداله الاسيه. استخدم الصيغ المختلفه للتكامل. 3 اس اكس كوساين 3 اس اكس. تعالى نفكر كده يا استاذ، انت لسه بتقول لو عندي داله اسيه اشوف مشتقتها. طب تعالى نفكر مشتقه الداله الاسيه، لو انا خدت مثلا 3 اس اكس وقلت مشتقتها لسه مشتقناها حالا مشتقه الاس اللي هو 1 ضرب الداله نفسها 3 اس اكس ضرب لين 3. انا عندي هنا في مشكله تانية في كوزين. انا عندي هنا دلوقتي دوال مركبه. طالما عندي دوال مركبه لازم نفتكر حاجه، قلت لك لو عندك الداله في مشتقتها يبقى نفكر كده كنت بستخدم انهي طريقه. احسنت طريقه التعويض. تعال نفكر كده في طريقه التعويض. طبعا انا بعوض هنا ان اليو عباره عن 3 اس اكس، وزي ما احنا متفقين زي ما عوضت عن اليو لازم كمان اعوض عن الدي اكس عشان تكون بدلاله اليو. يبقى دي اكس بتساوي دي يو على مشتقة الدالة دي اللي هي 3 أس إكس ضرب لين 3 ضرب الواحد، اللي احنا طبعا أي شيء ضرب الواحد بنفسه يبقى 3 أس إكس لين 3. نروح للتعويض. هنعوض طبعا عندي هنا 3 أس إكس ممكن عايز تشيلها وتحط يو شيلها وحط يو، عايز تسيبها زي ما هي سيبها زي ما هي لانها ظهرت عندي 3 اكس مفيش مشكله عندي. يبقى انت كده عوضت عن الزاويه بس بيو، ممكن تعوض عن دي بيو وممكن تعوض عن دي كمان بيو مفيش مشكله براحتك خالص. يبقى هنا لما نختصر 3 اكس مع 3 اكس هيبقى عندك 1 على لين 3 كوزين يو. مساله بقت سهله اهي مباشرة خالص، بقت كوزين يو بالنسبة لدي يو. لما اجي اكملها هتصبح عندي
واحد على لين تلاتة ساين يو زائد سي. طبعا هنا عندي المسألة زي ما احنا اتفقنا لسه مخلصتش، لازم اعوض عن اليو بقيمة الاكس زي ما اخدنا الشيء نرجعه بنفس الشكل، يبقى 3 اكس ارجعها تاني مكان اليو، يبقى هتصبح عندي واحد على لين 3 ساين 3 اس اكس زائد ثابت سي. كده انتهينا من الدرس، اتمنى ان انتوا تطبقوا عليه في الكتاب صفحة 400 صفحة 401 تمارين الكتاب، بنبه مهمة جدا عليها، نحل عليها كويس. وفقكم الله إلى كل خير، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله.